هنعرف أكتر عن التطوير اللي بيحصل في مدينة العالمين الجديدة من دكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني. دكتور سيف، صباح الخير. صباح الخير، أهلا بك دكتور. عايز أتكلم تحديدا عن ملف رأس الحكمة، المرحلة الأولى تبدأ إمتى وإيه اللي تم إنجازه فيما يخص التعويضات للأهالي؟ بالنسبة لمشروع رأس الحكمة، فإن التصميمات والتصاريح وكل الإجراءات الإدارية انتهت وبدأ التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. ده بالنسبة لرأس الحكمة. بالنسبة للتعويضات، الدولة أخذت على عاتقها أن كل التعويضات اللي هي بتتم لكافة المواطنين في مصر، سواء لمشروعات قومية أو لبنية تحتية، فإن كل هذه التعويضات بتبقى بتمثل القيمة السوقية الحالية للأرض والمباني، فلن يظلم مواطن واحد على أرض مصر. ده بالنسبة للتعويضات. بالنسبة للتنمية العمرانية اللي بتحصل النهاردة وبيمثل مشروع العالمين حجر الزاوية في التنمية العمرانية في الساحل الشمالي وربط الساحل الشمالي بمنطقة الضبعة ومرسى مطروح، حتى يكون ده محور إقليمي تخطيطي يمثل إضافة وقيمة مضافة للاقتصاد القومي. دكتور سيف، هو يعني إلى جانب الكلام اللي حضرتك بتقوله عن التخطيط العمراني اللي هناك، اللي هو الملفت إن هو معمول لكافة فئات شرائح المجتمع، يعني أنا لما جيت أقرأ شوية لقيت كله موجود، يعني من متوسط لأكتر من متوسط وكمان أقل من المتوسط. كنا كمان عايزين نتكلم على الاستثمار، إزاي التخطيط اللي بقالكوا 7 سنين بتعملوه، الابتكار اللي أنتوا بتبتكروه في مدينة العالمين الجديدة، وإن هي تبقى من مدن الجيل الرابع، إن هي تفتح مجالات كتيرة للاستثمار وللتعليم وللثقافة والفنون وحاجات كتيرة قوي موجودة عندكم في العالمين. وفعلا زي ما حضرتك بتقولي، الدولة لمست نقطة مهمة، وهي ان التنمية أداة خلق اول حاجة فرص عمل، والفرص العمل اللي بتخلق النهاردة ما هياش فرص عمل مؤقتة لكنها فرص عمل مستمرة طوال 12 شهر في السنة. دي اول جزئية. تاني حاجة، الخدمات المتكاملة اللي النهاردة موجودة في العالمين. النهاردة في خدمات ثقافية، في جامعات، في جميع الأنشطة الاقتصادية اللي هي بتمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي، واللي بتمثل فتح لفرص العمل. أيضا تم وضع خطة لأن جميع الشرائح الاقتصادية في المجتمع تمثل في هذه المشروعات. ففعلا كل شريحة، سواء المتوسطة أو الفوق المتوسطة أو الشرائح العليا، كل هذه الشرائح لها مكان على الخريطة سواء كفرص عمل واستثمار. النهاردة بنتكلم على هذه المنطقة بتمثل حافز للمستثمر، لأن هي بتنافس النهاردة في الاستثمار العقاري أماكن كتير قوي بتنافسنا على الخريطة السياحية. النهاردة بننافس اليونان، أسبانيا، تركيا، المغرب، كل الدول دي النهاردة بتنافس على الاستثمار السياحي. ده أصبح هدف وركن زاوية في الاقتصاد القومي. الحقيقة أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، والكلام اللي كان بيتكلموا على مدينة العالمين الجديدة الحقيقة سارة مبهر جدا. مشروع رأس الحكمة هيدخل قيمة دولارية عظيمة، يعني هيدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، وكل المشروعات الاستثمارية في مدينة العالمين الجديدة جاهزة لده. ومدينة العالمين الجديدة يعني تبقى نقلة حضارية كبيرة جدا للعمران في مصر، يعني من انت زي ما انت قلتي كلمتي عن الثقافة، كلمتي عن الفنون، كلمتي عن العمران والتخطيط العمراني، كل ده والاستثمار طبعا كل ده هيكون موجود ومتوفر ومتطور جدا في مدينة العالمين الجديدة.